من الخبرات والتجارب الناجعة في تحسين الإنتاج الزراعي، هذا ما استرشدته وزارة التنمية الزراعية بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين الوزارة ومجموعة والوان النيجيرية المتخصصة في القطاع الزراعي من أجل دعم إرادة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية بالنظر إلى الإمكانات الزراعية التي تملكها البلاد. في نيجيريا تقدمنا أمر الهرات إلى الرس وعن المصر وهد فضل الأمر وشاركنا با IIT وبيب ويو اس اي دي كما سوينا كولابريتو والدليل الجين هنا ما شيء شان جينا ندور ننظم أمر الهرات إلى التكنولوجي. الحمد لله دوقت السنة إيدنا بالحكومة شاركنا نسي ننظم أن يكون نجيب الفايدة إلى التكنولوجي وبل خلونا في الشاتنين ما شان شيء شان ندور الهرات هي بس تبقى أفصل للبلد. تقليل واردات المنتجات الزراعية من خارج الأراضي الوطنية وخلق فرص العمل وكذا المساهمة في الاكتفاء الذاتي الغذائي بنود تضمنتها مذكرة التفاهم سيتم تنفيذها خلال 24 شهرا قابلة للتجديد.